بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود واذا ولا لها خير كجعل. الله سبحانه وتعالى وحيري. قال تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. في ديوغن وحن أوغهد لدونا سلاة الليل كرق عذاها إيكا كوبان تهي إي أجرك أو إلهي قفك كسينايو. سلاة داس معنه هذا وقت هذا إيقابك لو تكذو دمان وحاتك قبغن دون تا في ديوغن إيدا وشوعان. سلاة الليل هداد مقشان ولا ليال وصلاة هبينكي لتكذو وحي كدن بي عشها. ركعذا أيين ليذا حي ركعذا صلاة الليل كا ما أهان كوا حددا أما كوا ليري إنتاس هدافنينا أما إنتاس كيرينينا. ويا رسول كي إلهي وحويري صلاة الليل كا والاب الله وركعو صلاة الليل مثنى مثنى. هادي آت كا عبسطو إن واغا كوغو بريرا حال حابو أو وطري آه كوغابا جبي. عبد الله ابن عمر بالويدي وحل غوض هذا الكنبيغا اي مثنى مثنى معناها اي كدغن تهي. وحو كجوابي عبد الله ابن عمر وحالو لجيدا لبرك او كستو ان اد كسلام نقصتيد. لكن سيدا في عن وحاواي ان اد كو غابستيد كو يتبرك عضود اما سدح يتبرك عضود. ويقابكو أتو كنجري النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كأساس أيوها. سيدا أي شاكتاي عائشة أو كورسي النبي صلى الله عليه وسلم رسولكي إلهي وحو أها مركو صلاة عشها كفارق النقضو ميتو كذو انتان لقارين صلاة الصبح كهر كو يتبرك عذود. لبرك عضوضو كستو سلام نقصن جري رك عدا ديرات كأهنا وطري أيي أهيد. سيداز درتيد فوق هذا إيا علم ذا وي اسكو ماان دافين رك عدها سلاة الليل كا انتا أوغو بادن إلا تكن كرا. قاركود با وحي دهين واسيديد رك عضوض قاركود نا وحي دهين لبيا توبان رك عضوض قار كلنا وحي دهين وحل سوكو بكرم معها. قاب كسلاة الليل كلو تكذو وحا سنأه أما فيعن انتو سنقف كسلاة الليل كسيتوس أو بلابن مركو سو ويسيستبا لبرك عذوت أو فتفوذوت أو أوسن ديرينين إنو كبلاب قفكا سن نشاد كيس أصو لابتو و صلاة الليل كان أولا قبصدو. إنتا وحي كدن بيا لبالبرك عضود أيو أتو كانيا سيدا حديث كرسول صلى الله عليه وسلم لغا وريي. نين صحابيا وحو يري اللان كودارتاي وحان أفير صنايا رسول كي إلهي صلاة الليل كيسا. وحو يري وحان كذن كأفريستي قريق الرسول صلى الله عليه وسلم آني قرب إن أن أغاد صلاة ذها أمرك عذها أوتو كذا صلاة الليل كالنبيغا. وحو يري سحابيغي رسول كي إلهي وحو تكذي لبرك عذوت أو خفيف أه أما فتفذود كدبو لبرك عضوت او دير دير وريبا آد او دير بو كحجي رسولكي إلهي صلى الله عليه وسلم. انتا كدب لبرك او كالي او كوي دير دير حوغو كير بو تكذي نبيغا صلى الله عليه وسلم. لبرك عبال لبرك اي كدن بي سوي كير تهي اما كقابان تهي لبذي هوري. كدب سحابيغي وحو تريي انتي ركعة او تكذي رسولك صلى الله عليه وسلم ماركي لسكو دارين وحي نقطي سدح يتوبان ركعة دود لابا لابا اسلجرا ايا حالك وطريغا او غونيكا اه اي لغو سوغبا غبي.
nabigeena sallallahu calayhi wasallam saas ayuu salaatu leylka u badin jiray, asagoo dembigiisa kii hore iyo kii dambaba la dhaafay een waxba loo haysanin. Caaisha radiallahu canha ayaa nabiga weydiisay salaatu leylkan badan ilaa heer nabiga sallallahu calayhi wasallam lugihiisii la barbarareen oo waxay tidhi, soo allah kuuma dhaafin dembigaagii hore iyo kaagii dambaba. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, ma waanan ahayn ruux ilaahay u mahad celiya. Marka salaatuleylka ama salaatulqiyaamka waa laba ragcadood oo isla socda oo laba ragco kasta atixiyaadkeeda wadato. Afar ragco waa loo tukan karaa sida salaada duhurka oo kale, laakiin sida fiican waa laba ragcadood in la isku raaciyo oo laba walba goonideeda ay u madax bannaan tahay. Qaabka salaatuleylka kama duwana salaadaha oo kale. Allaahu akbar umbaad ku xiranaysaa, kadibna ducaaul istiftaax ayaad akhrinaysaa, kadibna suuratul faatixa iyo wixii raacaya oo rukuuc iyo sujuud iyo hawlihii kale ah. Markuu qofka salaada dhammeeyo, qiyaamuleylka wuxuu ku soo gabagabaynayaa witri. Sidaas ayuuna kula imaanayaa qaabka ugu wanaagsan ee loo tukado salaatuleylka. Waxaa halkaasi ka dhalanaysa su'aal ah, goormee ayay bilaabataa salaatuleylka? Waxay bilaabataa markii la tukado salaada cishaha kadib ilaa laga gaarayo salaada subax. Intaas inta u dhaxayso ayaa la tukadaa salaatuleylka. Salaada waqtigaas la tukada magaceedana waxaa la yiraahdaa salaatuleyl ama salaatulqiyaamka. Laakiin sida fadliga badan amaba sii fiican waa habeenkii qaybtiisa dambe, 8 saac, 9 saac ilaa iyo salaada subax inta laga gaarayo in la tukado. Waana thuluska ugu dambeeya ee habeenkii, yacni habeenkii 3 meel markii loo dhigo qaybta u dambeysa. Sida xadiis saxiix ah Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yidhi, salaad ilaahay tan uu ugu jecel yahay waa salaadii Nabi Daa'uud uu tukan jiray, yacni waxaa laga wadaa salaatuleylka. Soonka uu Allaah ugu jecel yahayna waa soonkii Nabi Daa'uud, yacni soon sunna ah markii laga hadlaya. Nabi Daa'uud maalinna wuu soomi jiray, maalinna wuu afuri jiray. Habeenkiisa qaybtiisa dambe ayuu soo kici jiray si uu u tukado, waayo waqtigaas waa waqtiga ugu barakada badan, samadana ay furan tahay. Anas bin Malik wuxuu yidhi, haddaan damacno in aan aragna Rasuulkii Ilaahay oo tukanaya, waxaan arki jirnay asagoo tukanaya salaatuleylka. Haddii aan damacno in aan aragno asagoo hurdana, waxaan arki jirnay isagoo hurda. Yacnii nolosha kalifaad ma ahayn, noloshii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd nolol dhexdhexaad ah oo kalifaad kuma dhisnayn. Hadafka laga leeyahay salaatuleylka waa in qofka iimaankiisa ku ziyaado uu Allahna raali kaga noqdo. Ma aha qofka wax uusan karaankiisa ahayn inuu isku dhibo, laakiin qofka inta uu awoodo in uu la imaado ayaa laga rabaa. Allah subxaanahu wa tacaala qofka wuxuu awoodin uu karaankiisa ahayn kuma qasbin. Laa yukallifu Allahu nafsan ilaa wusaha. Marka walaalayaal, qofkii awoodaha ka faa'iideysto insha Allah waa fursad qaali ah oo san dadka ay wada helaynin. Waana ku mahadsantihiin waqtigeena quruxda badan ay ugu daawanaysaan. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad arkaysa janaalkayga, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeyo. Haddii aad horey noola joogtay, waa mahadsan tahay soo dhawaada walaalaha quruxda badan dhammaantiin. Sheer garaya fiidiyogan insha Allah, maxaa yeelay khayrka ayaa mudan in la faafiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.